مرحبا يا أستاذ، كيف الحال؟ مرحبتين يا أمينة، يسرك الحال إن شاء الله. الله تفضلي. يسعدك يا أستاذ وينورك ويعليك إن شاء الله. آمين وإياكم يا رب العالمين، ويحقق دعواتكم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. آمين يا رب. آمين آمين يا أستاذ. أستاذ عندي دعاء استفتاح قصير وعندي حلم من فضلك. يلا أبشر يا أمينة، شو دعائك اليوم؟ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، إن شاء الله دعوة مستجابة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أمينة. آمين. شو الحلم؟ وفيك بركة أستاذي. أستاذي رأيت أني كنت في سيارة بيضاء مع عمتي اسمها حياة، وكانت تسرع، وإذا بالطريق أصبح مغلقا بالمياه التي كان بها تراب. شوي شوي مرة ثانية يا أمينة. أمينة شوي. نعم. شوي 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 عيدي مرة ثانية. نعم يا أستاذ حاضر. رأيت كأني كنت في سيارة بيضاء مع عمتي. أيوة. عمتي اسمها حياة، ما شاء الله، وكانت تسرع، وإذا بالطريق يا أستاذ أصبح مغلقا بالمياه التي كان بها تراب، كأنه فيضان هيك، ولكن أيوة. السيارة لم تتوقف، فقلت لعمتي لا تكملي وارجعي، فرجعت وكأن شيئا لم يكن، أي نشفت الطريق بعدها. أستاذي ثم رأيت ناسا مكتظة حول باب به درجين تنتظر دورها للدخول، فسبحان الله رأيت نفسي في فناء، انتظرت قليلا فقط فأتى دوري، دخلت مكتبا رأيت فيه رجلا أسمر، قال لي ماذا كنت تدرسين في الثانوية العامة؟ نعم. فأخبرته أن الشعبة التي كنت أدرسها اسمها علوم الطبيعة والحياة، والتي كانت تكلمت عنها سليمة من قبل يا أستاذ. نعم. هذه هي الشعبة، نعم، اسمها علوم الطبيعة والحياة، وندرس فيها يا أستاذ الرياضيات والفيزياء والعلوم بنسبة عالية. طيب هاي مادة مناسبة للدراسة وللتحصيل العلمي وللمستقبل بعد إن شاء الله. نعم يا أستاذ. الأخت لو كانت تسمعي الحين إن المادة مناسبة. نعم كملي. فقال لي يا أستاذ أنك يا أمينة شاطرة، وتشكرته. ورأيت في يده أوراقا بيضاء منضية، وكان ينظر إلى الكمبيوتر فقط يا أستاذ. هذا الحلم بعد ما والدك شفي وأمك شفيات؟ إيه إيه يا أستاذ. أستاذي علما أن هذه عمتي لها علاقة بالعمل، أي أستاذ هي التي تساعدني لكي أعمل. لا هي حالياً. هي دلالة الحلم أنها مستمرة في المساعدة إن شاء الله، يعني لن تيأس إلا أن يمنعها مانع، والسيارة البيضاء تدل على التفاؤل. بس أنت لما قلت لي عن علوم الطبيعة قلت لي أنه فيها الكيمياء والفيزياء، هذه من علوم الطب. نعم والرياضيات. والرياضيات نعم. سمعتك. طيب نعم. مين اللي قال الرياضيات إيمان؟ طيب مرات حنان تساعدكم في الكنترول، يعني أنا ما كنت مصدح شغلتي. بارك الله كلمة. فيها وحفظها الله إن شاء الله. طيب على والدك أن لا يكتفي بالعلاج والشفاء والدك، عليهم الاستمرار في العلاج والاستمرار في المراجعة الطبية حتى يضمن أن لا يعود لديهم المشاكل الصحية التي كانت لديهم قبل، وذلك ما يدل عليه الاسم عامة علوم الطبيعة والحياة. فإن من الطبيعي جدا أن الإنسان يحافظ ويواصل علاجه ومراجعته واهتمامه بنفسه وما يدل عليها الداخل التخصص اللي هو المواد الكيميائية والفيزيائية التي قد تدل على العلاج الأمراض كانت لدي والدك، وما ذلك يدل الحلم بأنك عليك تسمونه دعمهم وتوجيههم إلى الاستمرار في حفاظ أنفسهم حتى لا تعود لهم المشكلة مرة أخرى. أما بالنسبة للوظيفة فسوف تحصلين عليها بإذن الله، هذا والله هو العليم الحكيم. يا أستاذ بارك الله فيك أستاذي الكريم. وفيك بارك إن شاء الله. وفيك بارك. يعني هذا ما يحمله المعنى الضمني في